لما نتوفروا على الجثة وهذيك الجثة تتعرض وتخضع للتحليل من طرف الطب الشرعي وتيبان في الجثة بأن هناك أثار ديال العنف أو أثار ديال آلة حادة أو واخزة أو رادة، نقول هناك قتل. الجثة اللي فحصاتها الدكتورة فريدة بوشتا تتقول هاد الدكتورة جثة بهذا المصطلح وانتم سمعتوه، جثة نقية ما فيهاش خبشة ما فيهاش ضربة، جثة نقية معنى أنه ما كاينش قتل. ثانيا في إطار الجثة، في إطار الجثة لأن مسألة اللي تارت بزاف في السوشيال ميديا قضية سنان، شنو اللي قالت عليه الأستاذة فريدة بوشتا داخل القاعة؟ قالت داخل، قالت السيدة فريدة بوشتا، الدكتورة فريدة بوشتا المحترمة، قالت حاجة طبيعية ومسألة طبيعية لما تتحلل الجلسة وتتكون الجثة، لما تتحلل الجثة وتتكون في درجة متقدمة جدا من التحلل تيبدأ الأسنان تطيح، تيبدأ الرأس ينفصل عن الجسد، تيبداو الأعضاء يحيد منهم ذاك اللحم وتيبداو يتفككوا من الأمكنة اللي هما فيها وفسرتها بطريقة علمية محضة. إذن هذاك السن بطبيعة الحال تتقول مكان رطب مقابل للبحر في جو ربيعي، جو ربيعي فيه السخونة، وحنا تنعرفوا الجثة راه حتى الشخص اللي تيتوفى في دارو يلبي نداء ربيه في منزله تيقولوا عجلوا بدفنيه، لأنه إذا كان الحال سخون ولا رطب تيبدا يتنفخ، وملي تيتنفخ الجسد تيبدا في التحلل وتيبدا يعطي واحد الروائح كريهة جدا، وبالتالي تيبدا الدود وتتبدا بزاف ديال الامور. هذا هو علاش عجلوا بدفن امواتكم او موتاكم، هذه مساله مفروغ منها. فبالاحرى 19 اليوم وهو ملقى قباله البحر في الهواء الطلق، الذباب عليه والحشرات عليه، اكيد انه المفاصل والاعضاء تيبداو يتحللوا وتيبداو يتفكوا على الامكنه ديالهم. واخا طعنتوا في بعض الشهود، نعم، اللي جاو، نعم، علاش طعنتوا في بعض الشهود؟ منهم مولا سايكوك، منهم داك اللي قال مشاو عنده الدار البيضاء باش تفكروا رفيق. انا طعنت شهادتين اللي كانوا بالنسبه ليا ملقنتين. كيفاش ملقنتين؟ حفظين. لان تماما هذه مساله بالنسبه، هذه قناعه ديالي انا، طريقة باش تكلمات واحد السيدة سبعينية تتكلم على واحد الجثة شافتها هذه 16 عام وشهرين، تتكلم عليها وكأنها شافتها صبيحة اليوم ديال الاستماع لها، مسألة غريبة جدا. ثانيا عطات معطى غريب اللي هو انه شافت دخلات الغابة باش تاخذ شوية العويدات وتصوب اتاي، وهذا الشيء اسمعوا لي لان غادي نقول كلام اخر قالته هي عند الشرطه، ماشي هو الكلام اللي قالته عند المحكمه، لان اللي قراها ما قراش معاها شنو قالت عند الشرطه، وهنا كاين اختلاف كبير. اذا جات قالت امام المحكمه انا دخلت ناخذ شويه ديال العواد من الغابه باش نصوب بهم اتاي، مزيان، وانا نلقى واحد الراس ديال بنادم، واحد الجثة في واحد الباش خضر مسدود عليها بسنسلة، وشميت ريحة كريهة جدا، مزيان، واخا، ولكن شنو اللي خاص يتبادر للذهن ديال هاد السيدة هو الأول وتقولوا للمحكمة من بعد ما تقول أنا دخلت الغابة باش ناخذ العواد نصوب أتاي، هو انني لما وصلت للغابه شميت الريحه، حيت الريحه تيجي بها الهواء هي الاولى. عاد تشوف الراس ديال بنادم، عاد تشوف الجثه، لا هي الريحه خلاتها هي الاخرى، هنا تيبان لك شي حاجه ماشي هي هذيك. حنا في الماده الجنائيه كل كلمه خصها تحط في المكان ديالها المناسب،
وإلا تحطات عوجة على المكان ديالها المناسب تيولي هنا مشكل وتتفسر عدة تفسيرات. خص تشم الريحة خانزة هي الأولى ياك، ثانيا تشوف الراس، ثالثا تشوف الجثة مزيان. هذاك الباش الخضر اللي مسدود بالسنسلة ما قالتو دراك اللي دارت المعاينة للجثة وهي باقة في الغابة، ما تكلماتش عليه الدراك نهائيا وما صوراتوش، ما كاينش في المحاضر. الدراك صورات الجثة على حالتها كيف لقاتها، ما كاينش باش خضر نهائيا. السؤال منين جابت الباش خضر؟ وشكون قال ليها قولي الباش خضر؟ وشكون قال ليها الجثة كانت مسدود عليها بإحكام في باش خضر والراس مفصول؟ نوقفوا هنا، نرجعوا عند الشرطة. قبل التصريح هذا اللي قالته عن المحكمة شنو قالت عند الشرطة؟ قالت أنا دخلت للغابة عند الدرك الملكي، عند الدرك الملكي دخلت للغابة أنا وصاحبتي، ما قالتش عند المحكمة صاحبتي، بوحدة بوحدة، ودخلت ناخد الحطب باش نطيب الخبز ماشي أتاي. ها؟ وملي دخلنا للغابة شمينا ريحة كريهة، وبانت لي واحد الرجل خارجة من تحت الحطب، وما قالت ليهم لا باش خضر ولا سنسلة ولا مسدودة بإحكام ولا شيء من هذا القبيل. الشاهدة هل يمكن أن نركن إلى شهادتها بهذه التناقضات السافرة وهذا التزوير في الحقائق؟ هذا بالنسبة للشاهدة الأولى اللي طعنتي في شهادة ديالها. دي الشاهدة الأولى. الشاهد الثاني. الشاهد الآخر جا باش يشهد في واحد القضية تتعلق بالقتل العمد. مزيان. جاء أمام المحكمة. الشهادة ديالو كلها من ألفها إلى يائها ما تكلماتش على القتل. بل جات الشهادة ديالو لتشويه صورة المتهمين. جاو عندي ديتهم عند واحد تيبيع القرقوبي، شراو القرقوبي ردوني للدار ومشاو في حالهم. ولكن هاد جوج انا تنعرفهم تيديروا ممارسات خطيره جدا. قال لك سيدي كانوا هما كاملين مقرقبين في واحد الدار وشادين واحد البنت بصمطه في عنقها وسنسله جارينها بحال الكلب حاشا السامعين في هذيك الدار وتيغني وتيشطحوا. وقال في رواية أخرى هاد الناس كنت معاهم أنا في الطنوبيل مقرقبين، ونزل واحد فيهم من الطنوبيل وجبد واحد الجنوي في الشارع العام وفي النهار، جنوي كبير، وشد واحد البنت غادة في الطريق شدها من شعرها وجرها وحل المالة ديال الطنوبيل ولحف الطنوبيل وسد وهرب بها. كولومبيا. الا زعما حنا في الغابه، حنا ماشي في دوله ديال المؤسسات والقانون، حنا في دوله ديال كل واحد تيدير شرع يدو. لا السي رفيق، حنا في دوله ديال المؤسسات وعندنا شرطه وعندنا امن وطني حريص على الامن والامان ديال المواطنين، وهذا الشيء كله جابوا هذا السيد هذا باش يشوه الصوره ديال المتهمين. ثانيا طرحت عليه سؤال، قلت لي انت جيتي اليوم هنا علاش؟ قال لك باش نشهد. فاش؟ في هذا الشيء اللي متابعين فيه. قلت لي هذا الشيء اللي متابعين به هاد الناس هادو هي جريمه القتل، ما تكلمتيش لينا على القتل. قال لك القتل انا ما عارفش، ما عندي حتى شي معلومه عليه. قلت لي وشكون قال لك قول هذا الكلام؟ ومنين جبتي هذا الكلام؟ وقلت للرئيس واش يمكننا ناخذوا بشهاده ديال واحد تيتقرقب؟ هو ما بقاش عاقل على راسو، فبالاحرى يعقل على هذا الشيء اللي قال لكم. واحد جوج، قال لك جاو عندي في 12 ونص، 12 ونص ديال هذه 16 عام وشهرين. مع العلم ان الام كتقول ان الابن ديالها دخل معاه 12 ونص للدار يتغدى، وهما جاو عندو 12 ونص في الدار البيضاء، و 12 ونص كان عند مو تيتغدى.
وإلا فهمتي شي حاجة فهمها ليا، يمكن أنا ما بقيتش تنفهم والو. دابا 12، دابا شكون اللي كان تيتغدى في دار في دارهم، وشكون اللي مشى عند هذا الشهيد باش يشري قرقوبي؟ دولي ديال تامي بناني، دولي عرفتي دولي داك الحولي اللي المستنساخ، دابا شكون دولي؟ تامي بناني الأصلي ولا تامي بناني الفوتوكوبي؟ نجيو للقضاء والمجالس القضاء نقولوا كلام معقول، كلام موزون ومقفى، تيمكن العقل ياخذه ويمكن القانون يعمل به. أما نجيو نقولوا سيناريوهات فارغة على عروشها من أجل دغدغة مشاعر العامة اللي جالسة في القاعة، ومن أجل إعطاء معلومات للصحافة التي نكن لها كل الحب والاحترام اللي كانت حاضرة في القاعة باش تخرج تقولها للرأي العام وتقلب الرأي العام على هاد الوليدات اللي مقبوطين ظلما وعدوانا، أقولها ظلما وعدوانا وبدون أي وسيلة إثبات. ونرجع معك سؤال اللي باقي ما خرجتيش معنا من ذاك النار، قلتي لا تل من بعد تل ندخل المداولة. نعم. سمعتي الدفاع المطالبين بحق المدني؟ نعم. في المرافعات ديالهم، ما رأيكم في الدفعات اللي قدموا؟ لا يا أنا لا أقيم مرافعات زملائي، وهذه هي ديونتولوجي ديال المهنة، أنا أحترمهم. ما رأيكم؟ رافعوا بدك الشيء اللي فهموا في القضية، وداك الشيء اللي تقال لهم واللي تكتب لهم يقولوه، الشيء اللي كاين. لكن أنا حسب الرؤية ديالي الوقائع الأحداث كانوا بعاد كل بعد على شي حاجة سميتها المرافعة، بل المرافعة ديالهم كانت بناء على طلبات اللي أصبحت في هذه اللحظة متجاوزة طبق المقتضيات المادة 323، لأن الطلبات ديالهم اللي جات في المرافعة جات بعد الإبان ماشي في وقتها، وبالتالي لا يمكن يعني الأخذ بها. ما استفزني هو الطلبات المدنية اللي طلبوا 2 مليار كتعويض. كتعويض 2 مليار كتعويض. اولا خص تكون عندهم الصفه، لم يدلوا بما يفيد صفتهم في التقاضي. وهي راه ام التامي تعطيني ان التامي مات، ان التامي مش من الشرط. اكيد تعطيني بان ام التامي التامي بناني تقتل، وقتلوا هاد الناس وبالوسائل الاثبات، ماشي بالكلام ماشي بالانشاء، بالوقائع وبالقانون وبالإثباتات، وتمشي تدير المسطرة ديال التمويت وتدير شهادة ديال الإراثة وتجيبهم، أنا ذاك تكون عند الصفة وتطلب ما تشاء. أما في غياب هذه الوثائق، الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية لا تقبل الدعوة إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية، بل أكثر من ذلك الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثيرها الأطراف. هذا القانون، إلا كنا غنكونوا رجال قانون فذاك، إلا كنا غنكونوا تنديروا شي حاجة من غير القانون، راه هذيك القاعة راه غير مختصة لأشخاص أو لسماع أشخاص لا علاقة لهم بالقانون. أستاذ سناوي، المرافعة ديالكم ولا ديال الأساتذة المحترمين بثلاثة كانت مرافعة قوية، حاولتوا تبينوا فيها كاع النقاط، فصلتوا في هذا الملف إلى أقصى حد. واش كتظنوا أنكم قنعتوا الهيئة؟ واش قنعنا الهيئة ولا لا؟ هذه مسألة تتبقى الوجدان ديال الهيئة. إمتى غادي نقولوا قنعناها او ما قنعناهاش؟ لما نسمعوا النطق بالحكم، لما نسمعوا الحكم، لان احنا حاسمين في هذه القضيه بان الموكلين ديالنا بريئين براءه الذئب من دم يوسف من جريمه القتل. يمكن تكون عندهم جنحه
ديال عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، وهذه الجنحة في حد ذاتها تقادمت. واحد، جوج، حتى هذه الجنحة ديال عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر عندها العقوبة ديالها أقل من الاعتقال الاحتياطي اللي هو 4 سنين اللي دوزوه. وبالتالي آملوا أن الحكمة تكون أن القانون يطبق في هذه القضية، وهذا ما عندي شك فيه نهائيا، لأنني أحب قضاء بلدي إلى درجة الهيام، وما أعتقد أن قضاء بلدي ومملكتنا الشريفة أنه قضاء ظالم أبدا، حاشا لله، سيطبق القانون ونحن سننصاع لحكم المحكمة الموقرة، إن كان في نتمنى أن يكون لصالح مؤازرينا، وإن لم يكن في صالح مؤازرينا سنعرج أو نعرج على درجة ثانية من التقاضي اللي هي محكمة الاستئناف، وعندنا كذلك محكمة النقض، والقانون سيأخذ مجراه في هذه القضية، وكل حق كل واحد عنده حق غادي ياخده، والقضاء في هذه البلاد ديالنا في مملكتنا الشريفة سيعطي الحق لصاحبه. وخلينا من الكلام الفارغ اللي تنسمعوه في السوشيال ميديا، هذا هو اللي بغيت نقوله دابا، وتيقولوه ناس اخرين اللي ما عندهم علاقه بهذا العديد. انا كنظن ان الملف ديال تامي بناني اعطانا واحد درس قوي للمغاربه، خاصه ملي ولينا كنسمعوا قصص عديده في هذا الملف خارج اطار الملف، بعيده كل البعد على ما جاء في الملف. شنو الاستاذ سناوي اليوم يبغي يقول للمغاربه العقلاء؟ انا ما نقولش للمغاربه العقلاء منهم، فقط غادي نقول الناس اللي تجبدوا في هذه القضيه، خاص المؤسسات ديال بلادي وخاصه النيابه العامه ان تفتح تحقيقا في كل ما راج من تصريحات على منابر صحفيه ضد رجالات بلدي وضد المؤسسات ديال البلد، وما غنذكرهمش لانهم هادشي مسجل في لايفات ومسجل على قنوات، ومعروف شكون قال هاد الكلام واتهم هاد الرجالات ديال البلاد وهاد المؤسسات ديال بلادي اللي تنحترمهم وتنقدرهم وتنزههم على انهم يتوضعوا في هاد الخضم التافه ديال هاد الناس هادو اللي تكلموا عليهم بهذه الطريقه هذه. انا انزه رجالات بلدي الذين ذكروا بالاسم في هذه القضيه وهم بعيدين كل بعد عنها، اقحموا لمجرد انهم خصهم يضغطوا هاد الناس اللي قحموهم، خصهم يضغطوا على القضاء. ولعلم من لم يعلم، القضاء المغربي لا يتاثر لا بالإعلام ولا بالرأي العام ولا بما يقوله الرأي العام، هو يتأثر بالقانون وبالوثائق الموجودة بين دفتي ملفه، وكذلك يتأثر بما راج أمامه شفاهيا وحضوريا من مناقشات. هذا هو القضاء ديال بلادي. أما اللي خارج ردهات المحكمة وخارج ردهات قاعة المحكمة لا يعيره القضاء أي اهتمام، القضاء يحكم بالقانون وطبقا للقانون وباسم صاحب الجلالة القاضي الأول. شكرا لك أستاذ السناوي على هذه الوقيات، نتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم العدالة لجميع الأطراف. نتمنى بإذن الله. أعزائي المشاهدين، كان هذا نقاش مع الأستاذ السناوي في المرافعة اللي كانت ما شاء الله مرافعة اللي تأثر بها الجميع، اللي كانت مرافعة ديال الأساسيدة الكبار اللي عجبت جميع الحضور. كنتمناو من الله عز وجل كما قلت العدالة للجميع، كنتمناو أن هذا الملف ديال تامي بناني يكون عطى درس للمغاربة باش نتبعوا الصح ولا يصح إلا الصحيح. كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير، وراء الكاميرا رامي إبراهيم. إلى اللقاء.